سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. مخاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات إذا للطمت الخاد. فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم السماوات بعرضي فلا توفيت فيهم قبل حين وفاتي. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى نالها صلواتي. وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. بعض راحوا بالمباني بعض راحوا بالسجون والذي بالبر هاموا للوطن ما يرجعون والقضاء بالسم غيلة. يا خلق ما ينحصن والذي ذبحوا تقال أجسادهم فوق التراب. بعض عندي بالمدينة
وبعض ما حصله قبور كم جسد بالطف عاري راس بخط يدور كم طفل مرمي بكت احسان دا كم شباب من فعل بغداد ذا بد مهجتي وقلبي انكسر مهجتي باب الحوا يجبل رمية على الجسر والمصيبة اللي دهتني بطوس مخسوف البدر عنه بعيد العشيرة وميت ببلدات أجناب قام شبلة يغسل والدمع من عينه مدد على المغتسل والماي جاء من السماء بلطفوف حسين جبه اتغسل بفرد الدماء والجفن ساف الثرى عريان مسلوب الثياب ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. الحديث عن حياة إمامنا وسيدنا وقائدنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده وعلى ولده صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، حديث ذو شجون وحديث يضم الكثير من الدروس والعبر لو أحسننا درسها والاعتبار بها. ولكن بهذه العجالة وفي مقام واحد نسلط الضوء على الجانب المهم والحيوي من حياة الإمام وهو الواقع السياسي القائم، حيث عاش الإمام الحسن العسكري عليه السلام ظلم بني العباس وقمع بني العباس الذي لاحق أئمة أهل البيت ولاحق شيعتهم أيضا. أولا العداء المتأصل في قلوب بني العباس على أهل البيت ناشئ من حالة نفسية، سيناريو يتكرر في كل زمان ومكان من جراء الحقد والحسد في قلوبهم على ما ميز الله به أهل البيت عليهم السلام. ومعلوم مبدئيا أن العلاقة هي علاقة بني عمومة هؤلاء بني عمومة هؤلاء، لكن بدافع الحقد والحسد اللي أول جريمة وقعت على وجه الأرض وسفك فيها الدم ظلما وعدوانا بسبب ناشئ من مرض نفسي هو الحسد وهو بين ولدي آدم عليه السلام، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه بسبب الحسد. بنو العباس يدعون القرب والقرابة وصلة الحسب والنسب والدم واللحم إلى رسول الله، أنهم أقرب إلى رسول الله من أهل البيت من أبناء علي وفاطمة، ويتبجعون ويتفاخرون على ذلك.
مع أنه القضية ليست قضية دم وحسب ونسب وقرابة مادية بمقدار ما هي قضية مبدأ وعمل وسلوك يترجمه الإنسان في ولائه وانتمائه للخط. لأن القضية المهم عندنا ماذا؟ المهم عندنا خط البطل لا بطل الخط. مو فقط أني أدعي بأني شيعي موالي لعلي بن أبي طالب وتالي أعمالي والعياذ بالله. القضية ترجمة فعلية إلى ولائي وانتمائي لعلي، هل يوافق ويطابق عملي نهج علي بن أبي طالب أو لا؟ هل يوافق عملي نهج الحسين أو لا؟ هي هذه. فالمسألة مسألة عمل. فذول ادعوا على أنهم أقرب إلى الرسول، من وين؟ من أبيهم العباس. لذلك تعلقوا وتمسكوا وتشبثوا بهذه الشبهة. العباس بن عبد المطلب عم النبي، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي، والعم أقرب إلى الرجل من ابن عمه. فالعباس أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب، فنحن أقرب باعتبارنا أولاد العباس. يدعون هكذا. وثانيا يستدلون، يقولون بأن العم عبر عنه القرآن الكريم بأنه أب، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، مع أن أبو إبراهيم آزر وإنما عمه، فعبر عنه القرآن بأنه أبوه. فلذلك هم يتمسكون أنه عمنا، عم النبي، وهو جدنا، يعني إحنا أقرب إلى النبي منه. ولذلك الشاعر يقول فيهم: أيها الناس أخبركم، اسمعوا أخبركم عجبا زاد على كل عجب، عجبا من عبد شمس أنهم فتحوا للناس أبواب الكذب، زعموا ورثوا أحمد فيما زعموا دون عباس بن عبد المطلب، وادعوا أنهم أقرب إلى النبي من ذلك وتمسكوا بذلك وحقدوا وحسدوا أهل البيت على ذلك. ولهذا عدة مطارحات وعدة حوارات بينهم وبين أئمة أهل البيت حول هذه المسألة، ولكن هم يزدادون كيبا ويزدادون حقدا على أهل البيت عندما تثبت الحقيقة أمامهم. منها المشهد اللي الإمام الكاظم سلام الله عليه لما أن يأتي إلى قبر جده رسول الله ويسلم: السلام عليك يا أبا. هذا يجي يقول: السلام عليك يا ابن العم. فهذا استشعر غضبه وأراد أن يستفسر من الإمام. قال: يا ابن العم، بماذا أنتم ادعيتم بأنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ قال: اعفني من ذلك، لأنه يعرف النتيجة. قال: لا بد من ذلك. قال له: يا هذا، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منك أن تزوجه كريمتك، أكنت مزوجا؟ قال: ومن لي بذلك أفخر على العرب والعجب أن أصاحب رسول الله. قال: أما أنا فلا أزوجه ولا يطلب مني، لأن بنتي بنت. فتح عينها الشكل هارون الرشيد، شلون يقول بعد؟ هذا يقول زوجي وأفتخر وأتباهى، وهذا يقول لا أزوجه ولا يطلب مني لأن بنتي بنته. فعرف أنهم أقرب إلى هم. فهم ادعوا وتشبثوا أنهم أقرب إلى رسول. عبد المطلب عنده 10 أولاد. العشرة الأولاد دولة: الحارث والزبير والمقوم وحجل والعباس وضرار وأبو لهب وعبد الله وأبو طالب وحمزة ابن عبد المطلب. هذا 10، إذا ما إحنا نسينا شيء منها، هذا 10 أولاد أولاد عبد المطلب. طبعا مو كلهم أشقاء، ما عدا الحارث وعبد الله وأبو طالب أشقاء من أب وأم واحدة، والباقي من أمهات شتى والأب واحد. فذولا كلهم أخوة، لكن أفضلهم وأفضل الأخوة وأفضل الأولاد يأتي بهم عبد الله والد النبي وأبو طالب والد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي كانت من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ابن أبي طالب، عمه من علي بن أبي طالب. ذرية كل نبي من صلبه وذرية من صلب علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب نفس رسول الله صلى الله عليه وآله عبر عنه القرآن الكريم.
ولذلك يفخرون جميعا كل هذا الحسب مهما تعالى ومهما تصاعد كلهم يفخرون بالانتماء والانتساب لرسول الله. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. ويفخرون أنهم ينتمون إلى رسول الله، وكفى به حسبا وشرفا ومقاما عظيما في الدنيا وفي الآخرة، فيدعون أنهم قرابة النبي، ولذلك هم يتبجحون. يقول شاعرهم ونحن ورثنا ثياب النبي، فكم تجذبون بأهدابها، لكم رحم يا بني بنته، ولكن بني العم أولى بها، قتلنا أمية في دارها ونحن أحق بأسلابها. يقول إحنا أقرب إلى النبي منكم. رد عليه أحد شعراء شيعة أهل البيت عليهم السلام، قال ألا قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها وباغي البلاد وباغي العباد وهاجي الكرام ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجهدها فضل أحسابها، بكم باهل المصطفى، آية المباهلة، بكم باهل المصطفى أم بهم، ورد العتاد لأوصابها وعنكم نفر رجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها، وقلتم ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهلابها، وعندك لا تورث الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها، فكذبت نفسك في الحالتين ولم تعرف الشهر من صابها. إذا أنت من ناحية الاستقراء الدقيق تدرك الفرق والبون الشاسع بين البيت العلوي وبين ذلك البيت العباسي من بني العباس اللي يقول فيهم دير ذنهم التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم منكم علي أم منهم، وكان لهم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم، يعني شيخ إبراهيم ابن المهدي اللي هذا دائما أجلكم الله دائما في حالة من السكر وعدم الوعي، ما عنده وعي ولا عنده مجال إلى أنه يلتفت من شدة السكر والولد بالشراب، حتى لما اجت الخلافة اشترطوا عليه أن يترك هذا الأمر، فحكم 15 يوم لكن ما تمالك إلا أن رجع إليها، فعزلوه شالوه على مقتل، العبيد شالوه على مقتل، رفعوه وساروا به، فمر عليه أحدهم قال ما هذا؟ قالوا بقية الله، بقية آل عمران تحمله الملائكة، واللي عابسين من فمه هو وفاقد للوعي. هذا خليفة المسلمين اللي يدعي أنه يقيد الأمة ويقيد المسلمين من هوان الدنيا على الله، وقد تحكم بالإسلام طاغية لم أدر أين رجال المسلمين مضاوا وكيف صار يزيدون. المهم أنه في كل زمان ومكان بينما تلك البيوت التي لم تفارقها الملائكة عندما تقف عندها تستذكر تلك الرحاب العبقة وتلك النسائم الطيبة وذلك التراب الطاهر الذي لم تفارقه الملائكة، وعفرت خدي في ثرى مس عفره بجنحيه من جبريل ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد صلى الله عليه وآله، بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار وهجعة إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رح الزهراء تطحن قوتها وصوت رح الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب قرآن سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تبقى إلى يوم القيامة تبقى وإلى يوم القيامة تتلى مثل هذه المناقب والخصائص التي خص الله بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا بدافع الحقد والعداء إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام
نصب العباسيون عليهم طوال هذه الفترة في بداية ملكهم إلى زمن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن العسكري عليه السلام رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيا، لأن كان يوم استشهاده 28 سنة، يعني في شخص الشباب في عنقوان العمر، لكن مع ذلك الإمام الحسن العسكري عاصر من ملوك ومن خلفاء بني العباس ستة. الأول منهم المتوكل العباسي اللي معروف عنه والتاريخ ما يحتاج، قلت لك هذا التاريخ اللي من ذكوره من إناثها اللي ولاده بنت المهدي مشهورة وذات علم. أمكنوا قبلتي من يشتريها لهذه الدرجة، وتنتبه إلى هذا البيت العباسي. المهم أنه المتوكل سنة 232، يعني السنة التي ولد فيها الإمام الحسن العسكري عليه السلام، صار يحكم في المسلمين وصار يتأمر ويتصرف في شؤونهم ونظم أمرهم في نفس السنة التي ولد فيها الإمام عليه السلام، ونشأ الإمام وترعرع وبقية من بني العباس اللي هو المتوكل العباسي الذي عثى في الأرض فسادا، تضييق على العلويين، مطاردتهم، مطاردة الشيعة والأتباع أهل البيت عليهم السلام، بالإضافة إلى ما عرف به إلى محاربة زوار الحسين، حتى أنه شجرة يستظل بها الزوار عندما يأتون يزورون الحسين ويستدلون بها على موضع قبر الحسين، عمد إليها فقطعها، وهذا حديث النبي وارد وعن جميع المسلمين، لعن الله قاطع السدرة ثلاث مرات يكررها. وين السدرة؟ يقول ما بعضهم من سمع ذلك ما أدركنا ذلك ولا عرفنا حقيقته إلا ما عندما قطع المتوكل تلك السدرة التي عند القبر الشريف ملعون على أسامي رسول الله، أرادوا ليخفوا قبره عن محبه والطيب تراب القبر دل على القبر. مهما عملوا وشوف كلهم من بني الأمية إلى بني العباس إلى المماليك إلى المغول إلى التتر إلى السلاجقة إلى كل الظلمة، وين بقيت منهم باقية؟ أبدا، لكن بقيت بيوت أهل البيت وبقيت تلك المواضع المتواضعة لهم، بقيت حتى وإن عمد العدو إلى إزالتها ومحو آثارها. لينهك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذاب، وعربد صوت في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأرفع آيات الفنون نصابه، وبقيت إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، لأنه إذا ما بناه شاده الدين والتقى تهدمت الدنيا ولم يتهدم. هذا المتوكل العباسي. نهاية الظالم إنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظل الضعيف، لكن تريد صبر، بس واحد يتحلى بالصبر والأيام تراويك، وتلك الأيام وإلا الواحد شوية ها لا يأس ولا يضعف، لا لله في خلقه شهود. احنا نريد شيء ها، احنا نريد شيء، لكن الله إلى حساباته إلا يريد شيء آخر ها، يقول له اللي أريده أنا أحسن إليك ومصلحة إليك، أنت لا تتعجل الشيء، أنا أدرى بما يصلحك. ها في النهاية يهجم عليه ولده ويقطع بالسيوف هو والفتح بن خاقان، ويمزج لهم بعضهم بعض بكاسة الخمر أجلكم الله، هكذا فلت المنايا الكرام. المستوى هذه كل النهاية، نهاية الظلام ونهاية الدمار ونهاية الاستهتار بأرواح الآخرين والإجحاف بحقوق الآخرين.
فهجم عليه المنتصر العباسي وقطع. صار رمب على المنتصر العباسي لكن ما دام كثيرا، وصارت فترة من الانفراج عند أهل البيت وعند شيعتهم، وإزالة هذا الكابوس نسبيا في فترة المنتصر العباسي، لكن مع ذلك قدموا له السم وقتلوه حتى يتخلصوا منه. قام من بعد المنتصر العباسي المستعين العباسي. المستعين كان ولع بسفك الدماء ومشحون بالبغض لأهل البيت عليهم السلام، ولذلك أول قرار أصدره في برامج حكومته الجديدة أصدر الأوامر باعتقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأمر بأن يضيق عليه في السجن، حتى وصل خبر إلى شيعة الإمام وقواعده الشعبية بأن المستعين يريد أن يصف الإمام، يقتال الإمام. الإمام قال، كتب لهم يطمئنهم ويقول سيبتر الله عمره بعد 3، وبالفعل مضت 3 أيام بتر الله عمره وانتهى وراح. خرج الإمام عليه السلام من السجن. إجا من بعد من؟ المعتز العباسي. المعتز العباسي كان في العشرينات من العمر وقصر في التفكير وعدم نضوج وقلة خبرة ودراسة سياسية وعدم قدرة على إدارة الشؤون السياسية والإدارية في الدولة، فكان يعتمد على من؟ يعتمد على الأتراك، هم اللي يديرون الدولة وهم اللي يديرون الحكم، وهذا بالاسم، هذا بالشكل صوري موجود الشكل، لكن مو بيده يقرر ولا بيده يسوي ولا بيده يفعل ولا بيده يقدم ولا بيده يحضر، حتى لو يريد شويه انه شويه يغير ويريد شويه انفراج يصير في القضيه، لا مو بيده خلاص، ما دام سلمتها الى غيرك خلاص، انت ما تقدر تسوي اي شيء، تخاف على نفسك حتى يعزلوك. فالمعتز العباسي لا، صار الامر كله بيده، حتى قال قائلهم خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قاله كما تقول الببغاء، بس هو هذا وجود صوري، هو الاسم هذا هو الحاكم، وإلا هو لا يملك شيئا. أيضا صب جام غضب حقدا وعباء على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وفي النهاية أيضا بطر الله عمره، هجموا عليه الأتراك ورادوا أرزاقهم ومعاشاتهم والخزينة كلش ضعيفة، والدولة إذا تعرف أنت التنمية وأجواء ومناخ التنمية الاقتصادية والانتعاش الاقتصادي يحتاج إلى بيئة ويحتاج إلى أجواء ويحتاج إلى أمان، يحتاج إلى هذه كلها تخوض بالتعامل الاقتصادي، كلها تخوض بالتنمية ما تبقى بعد. لذلك اضطر إلى أن يراجع أمة كانت تملك الملايين، أم المعتز العباسي، على اساس انه يسد هاي النفقات وعلى اساس انه يسد هذه حتى بس فقط يتخلص من الاتراك، فامتنعت من ذلك وبخلت على عطاءه، ما عطاك شيء، الى ان هجم عليه الاتراك وقطعوه بالخناجر وولى. اذا من بعد من؟ المهتدي العباسي. المهتدي العباسي ايضا معروف بشده بغضه لاهل البيت عليهم السلام. شوف أول شيء ينصرفون نحو إلى أنهم يزيحون من أمامهم قطب المعارضة، ويزيحون من أمامهم من يمثل الخطر الحقيقي الذي يهدد كيانهم وشرف عرشهم، فلذلك ألقى القبض على الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأمر في السجن بأن يضيق عليه ويكون تحت الملاحظة الدقيقة على طول بقائه في السجن 24 ساعة تحت المراقبة، يتصل بمن ويرتبط بمن ويتكلم مع من وماذا يقول، حتى سأل مدير السجن قال والله ما رأيته قام بعمل يتعارض مع سياسة دولة بني العباس، وما رأيته إلا قائم ليلة صائم نهارا، أبدينا صيام العبادة. هذا شعار أهل البيت عليهم السلام وشعار شيعتهم، وشعار الذي يتجلى عند كل نفس كريمة
يتفرغ للعبادة، يتفرغ للصيام، يتفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ لطلب العلم. إن سجنوني فسجني خلوة أخلو به بربي وقلبي بيد ربي، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. ما يخسر شيء أبدا في كل الحالات. فعلى كل حال ضيق عليه أيضا في السجن، حتى كتب الشيعة للإمام الحسن العسكري عليه السلام، قالوا يا ابن رسول الله إن المهتدي العباسي يتوعد الشيعة بأن يبيدهم من جديد الأرض، راح يستأصلهم يقتلهم كلهم. هو القضية قضية، مو قضية كل واحد يريد، لو كان يريد كل واحد يريد يسوي أي شيء كما يحلو لهم، مو يبقى واحد ولا يبقى رموز ولا يبقى لا، الكل ما يخلي أحد ولا يبقى أحد، لكن مو من المتصرف في الكون. خلي يكون عندنا يقين بالله عز وجل، مهما ملكوا من القوة البشرية ومهما ملكوا من العتاد، عندنا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله خلاص انتهى الأمر. أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن اتبعتني فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تتبعني فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم في النهاية لا يكون إلا ما أريد، الإرادة إرادة الله عز وجل. هو الذي يتصرف في هذا الكون وفي هذا الوجود كله تحت هيمنته وتصرفه. لذلك الإنسان المؤمن دائما يفوض أمره إلى الله عز وجل، ويعلم بأن الله عز وجل خالق أمره. قضية وقت وقضية صبر، بعيد عن الانفعال وبعيد عن اليأس وبعيد عن التراجع وبعيد عن الاستسلام، ما دام هو على الحق وما دام مع الله عز وجل مهما طالت الأيام، فإنه في النهاية ماذا؟ ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. في النهاية لكل ظلام فجر ينتظره حتما مقدر. لذلك هذا ما حدث عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بالفعل قال ذلك الإمام عليه السلام، رسل إليهم كتاب وقال إنه راح يتبع سياسة الأرض المحروقة، وراح يبيد الشيعة من على وجه الأرض، وما راح يخلي شيعي ولا راح يخلي. أنت شوف هاي مجالس أهل البيت عليهم السلام، إيش قد اللي تحدوها، إيش قد اللي قالوا فيها، وإيش قد اللي حاولوا، وأكبر وأكبر منهم، لكن بقية تزداد تتعاملك أكثر وأكثر على اللي يسوونه ويقولونه. قدروا أنهم يمحون هذا الأرض؟ مو هذا قسم، قسم من؟ قسم العالم غير معلمه والفهم غير مفهمه، فوالله لا تمحوا. القسم واحد سمعه الله سبحانه وتعالى تكفل منه. الله تكفل بحفظ القرآن الكريم باعتباره الكتاب الصامت، فتكفل بحفظ القرآن الناطق المتمثل في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فسيبقى وستبقى وسيبقى إلى ما شاء الله. قدر مثل ما تريد السماء أن نضحي وأن تسيل الدماء، قدر أن بعضنا يقضم القيد يديه وبعضنا شهداء، فاشهد يا سماء أنا سنبقى وسيبقى طريقنا، يا سماء وسنبقى ما دام يصرخ في الأرض حسين تضمه كربلاء. ما دام نحن على خط الحسين ونهجي الحسين، كما انتصر الحسين ننتصر، وإن خسرنا بعض الجولات إلا أنه هو العاقبة للمتقين، والله سبحانه وتعالى ما يعطي الصابرين إلا خيرا على صبرهم ومثابرتهم. فالإمام عليه السلام هدع من روعهم وانزعاجهم، فقال له ذلك أقصر إلى عمره، احسب إلى 5 أيام من يومك هذا وسوف يقتل في اليوم السادس. بالفعل حسب 5 أيام اليوم السادس اجمعوا على الأتراك أيضا وقطعوا قطعوا بضعته الضعف وانتهى الله. هم قادرين، نحن صبر وشيعتنا أصبر. المسألة أهل البيت يدرون عن الشيء، احنا ما ندري شنو ينتظرنا في المستقبل، ما ندري. وهنا الإمام القضية، أهل البيت يدرون يصبرون على اللي يعلمون.
احنا ما نعلم ما ندري، ومع ذلك مصبر الله سبحانه وتعالى يضاعف لنا الاجر والثواب حتى على ما يزيح وما يتنازل وما يدوس على جراح الفكالة ولا يدوس على جراح واشلاء الشهداء ولا يدوس على من اجل حفنة من المال او من اجل تقرب للسلطة او من اجل كرسي في قبة البرلمان، وانما يعيش الالام ويعيش الامل في نفس الوقت ويعيش مع جراحات الآخرين حتى يتحسس لهم يتحسسون إليه. هذا الإنسان الوضع الطبيعي. أما ذاك الإنسان اللي غرته الدنيا لا، هذا ما لنا شغل بعد. وهذا الإنسان غرته دنيا دنيا، فلذلك باع دينه بدنيا غير هذا أحمق الناس بعد. أما خسر دنيا دينك وأبقى الدنيا ما يحصل بها شيء. على كل حال فأفرج عن الإمام عليه السلام إجا من بعد المهتدي من؟ ما يتوعدون ما يستفيدون من هذه كلها، ما يستفيدون منها. مهتدي يريد واحد واعي وعنده قلب وعنده إحساس حتى يشوف اللي قبل اشطار عليه هو يصير الشكل هذا يتعود شوية. ها زين دولة لا، يشوف المعتز اشطار فيه، يشوف المستعين شلون من نهايته، يشوف المهتدي يشوف، وبعد هو يجي على نفس المنوال وعلى نفس هذا. ليش؟ لأن كل أمراض نفسية والعياذ بالله حسد. الحسد إذا تمكن من الإنسان، هذا ما يريد قليلة، ما يريد الشيء يتحقق له، بس ما يريد دوام النعمة على الشخص المحسود والعياذ بالله. داريت كل الناس إلا حاسدين، مداراتهم عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ ما يريد إلا أن تزول هاي النعمة، هي توصل إلى ما توصل إلى، المهم هذا ما يتم يغفل بنعم الله عز وجل والعياذ بالله. على كل حال أي حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترضى لما وهب، فأخذاك ربي إضراضني وسد عليك وجوه الطلب. حتى جاء المعتمد العباسي، شوف أسماء، ها؟ معتز بالله، معتمد على الله، متوكل على الله، مهتدي بالله، أسماء، ها؟ ذهب الدين يستغيث إلى الله وقال إن العباد ظلموني ينسبون إلي وحقك لا أعرف منهم شخصا ولا يعرفوني. شوف أسماء هالشكل، لكن هم لا هم لهم صلة بالله ولا هو متوكل ولا هو مهتدي ولا هو معتز بالله عز وجل. فجاء المعتمد العباسي ايضا والقى بالقبض على الامام الحسن العسكري عليه السلام وجعل تحت الرقاب المشدده وامر بان يضيق عليه في السجن. ولما راى شيوع صيت الامام وشهرته وإجماع الأمة على تقديسه وتعظيمه وتقديمه زاد من حقده عليه، ففكر في منطق العباسيين، منطق التصفية والتخلص من الإمام الحسن بن علي عليه السلام. فلذلك عمد إليه وقدم إليه السم النقيع. لما أن ذاقه الإمام بأبي وأمي أحس من فيه إلى سرته كأنما تقطع بالسكاكين أو تشرح بالمواسي، فألقى بنفسه على فراش المرض. يلا خلنا نروح الليلة هناك سامر راح، نسأل الله وإياكم الوصول أن يأل الزوار، نقرأ مجلس العزاء ويأن الإمام صاحب العصر والزمان هو المعزى، كأني به يلطم وينادي وأبتاه وسيداه ومصيبته، بقي على فراش المرض يهن أمينا وقد تغير بدنه من شدة تلك السموم، وكلما ازدادت به حرارة تلك السموم نادى وجفتا وأبتا وسيدا. والله يا شيخ
لو نظرتش لون حاله عالفرش يتقلب ومن حوله عياله هذا عن يمينه وهذا عن شماله وهذه تحبه وهذه تقبل جبينه هذه تضمه وهذه تعدل أوساده وهذه تنادي حصل الظالم ماذا يمنع القائم جالس ولازم وفاده ويصيح يابا خفف الوضع عليه مجهول شو ويصيح يابا خفف الوضع تشوف الحرم تصفق الراحات فالك عسفان السلام يا وليل وخليفة الهادي يعالج حر الاسموم ويصيح يا ابني بالسلامة وين انا اقوم ما يفيد في قلبي دواء واذكر المظلوم يوم القلب مستخرجين بسهم مسموم يعني الحسين ها يقول عيب الله هاي اللحظات والامام لم ينسى مصاب جده الحسين ها يقول الحسين لا اكل انت عندي والى جانبي وتمسح على كبدي لكن الحسين من الذي الى جانبه الحسين تجيء فجيعة بأمراض من تلك
في الأيام مثلهما قد زادني قد سرني داء وهذا زادني أرقا. يوم الحسين رقى صدر النبي به ويوم شبر والصدر الحسين. قومي يا ابنة الخير. يا الله يا الله يا الله، اللهم بحق صاحب هذه الليلة وبحق آبائه وأجداده وبحق ولده صاحب العصر والزمان، نسألك يا الله أن تفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. يا الله اللهم بحق الحسين الشهيد ارحم شهداءنا، اللهم بحق الإمام زين العابدين شافي مرضانا وداوي جرحانا، اللهم بحق الإمام موسى بن جعفر فك أسرانا لا سيما رموزنا الدينية والوطنية، اللهم بحق الإمام علي بن موسى الرضا رد غرباءنا، اللهم ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين لا سيما في العراق وفي البحرين وفي القطيف وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم واحفظ مقدساتنا لا سيما في العراق. اللهم وفرج عنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسس لهذا العمل الشريف مع جماعتي الحاضرين، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن تحوط عنايتهم، وإلى أرواح العلماء والشهداء وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.